نتعرف سوا على رؤية وتوقعات كابتن ماهر همام للماتش اللي جاي إن شاء الله يوم الخميس الجاي. وطبعا كلنا أكيد عاملين حسابنا إن احنا هنتفرج على ماتش مش هيكون بالسهولة اللي البعض متخيلها، لأن هو برضه هو الآخر ند قوي وخصم قوي وعنده لعيبة مميزة وتحت قيادة البرتغالي ريكاردو، هو برضه مدير فني متميز. توقعاتك مش كنتيجة وأرقام وكده، أنا بكلمك رؤيتك للماتش ده هيمشي إزاي بشكل عام. زي ما تفضلت كريم، فعلا مباراة هتبقى صعبة، البطولة كلها عامة فيها شيء من الصعوبة. أفضل أربع فرق موجودين في النسخة بتاعت العام الماضي، الأول والتاني والتالت والرابع في المربع، وده حقهم لأن هم السنة اللي فاتت فعلا تعبوا وعملوا مباريات فعلا تليق بمستوى كل فريق. أنا شايف الراجل في المباراة الأولى مع سيراميكا ريح بعض النجوم يا كريم. تتكلم على كولر؟ كولر. احنا بالنسبة لنا بقى. أيوه. فالموضوع الراحة ده يفرق معانا في المباراة النهائية. زي مثلا كهربا كان موجود في البدلاء، حسين الشحات، إصابة ياسر، دخول رامي برضك عمل التوازن بشكل كبير. طبعا نتمنى الشفاء العاجل طبعا للشناوي، مهم جدا الشناوي، لكن لو مش موجود مصطفى شوبير انا شايف عندنا ثقة كبيرة جدا فيه، وحتى ثقة الراجل في مصطفى، وشفنا في الدوري ماتش الوداد. نعم، وفي ماتش الوداد كمان كان الوداد طبعا بصراحة طبعا. فمصطفى كمان بقى يطمننا بشكل كبير. فحتة ان النجوم تبقى موجودة ما شاركتش الا في اخر 10 دقائق او ربع ساعة من مباراة سيراميكا، ده برضك بيدي لك نوع من الاستشفاء، نوع من الارتياحية ان النجوم ترجع لمكانها في المباراة النهائية. حلو. ده على صعيد جاهزية لعيبة النادي الاهلي. تعالى نقف شوية ونتأمل كده المنافس بقى، يعني انت ايه اللي شايف، ايه الحاجات اللي تقلقك في مودرن فيوتشر؟ ايه الحاجات اللي لازم نبقى واخدين بالنا منها كويس قوي وعاملين حسابها كويس قوي وجاهزين لها كويس قوي؟ يعني هي مباراه طبعا هتتحس في الاخر اللي هيكسب هياخد البطوله، فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا من التوازن، هيبقى في توازن دفاعي بالنسبه للفيوتشر، تامين خطوطه في اول ربع ساعه او ثلث ساعه ان ما يجيش فيه جول، دي بتدي له ثقه ان هو يقدر يبادل النادي الاهلي، يقدر يجاري النادي الاهلي طوال المباراه. احنا مطالبين ان احنا نسجل هدف في بدايه الشوط الاول ربع ساعه او ثلث ساعه تدينا ثقه وتفتح لنا الجيم بشكل كبير. لكن طبعا المباراه زي ما احنا عارفين يعني حتى في الدقائق الاخيره النادي الاهلي قادر ان هو يقدر يسجل، وزي ما عودنا النادي الاهلي في اخر دقيقه في الوقت الضايع، اخر دقيقتين، اخر ثلاثه ممكن نقدر نجيب جول، وده اللي حصل في الماتش سيراميكا. لكن برضك هم عندهم لعيبه مهاريه، عندهم لعيبه مميزين، عندهم دوافع كمان ان هو ياخد البطوله. طبيعي، طبعا بيلعبوا ماتش نهائي قدام النادي الاهلي وبطل القرن وبطل افريقيا. صحيح. فيهمه جدا ان هو يعني يبقى ند بشكل كبير. هو حق مشروع الحقيقه، حق مشروع. بس فكرك ممكن يبقى جيم مقفول، يعني لو 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 خدنا في الاعتبار اللي هم عملوه في الماتش اللي فات مع بيراميدز، المباراه كانت مخنوقه الى حد كبير. يعني الدنيا ما فكتش غير مع ضربات الجزاء، يعني ضربات الترجيحيه. لكن ممكن ده وارد السيناريو ده يكرر في الماتش اللي جاي. وارد، وهو هيعتمد على كده، هيعتمد على الكونتر اتاك. يعني يقول لك ايه، النادي الاهلي انا لو فتحت خطوطي مع ثلاث خطوط النادي الاهلي، النادي الاهلي اقوى. ده اللي عمله سيراميكا معانا امبارح. بالظبط، النادي الاهلي عنده خط هجوم يقدر يعني يتفوق اي دفاع بشكل كبير جدا لو مش منظم. على ذكر خط الهجوم يا كابتن ماهر، طبعا حضرتك سيد العارفين واكيد بتسمع بقالك فتره الاصوات اللي بتتعالى كل يوم والتاني بتطالب اداره النادي الاهلي والقائمين على الكوره في النادي الاهلي بجلب مهاجم صريح. في المقابل ممكن تلاقي وجهه نظر تانيه بتقول لك طب ما انت عندك اكتر من لاعب حتى لو ما كانش ده مركزهم اللي يعني اللي بيلعبوا فيه، لكن نقدر نقول على كل واحد منهم على حده ان هو قائم باعمال المهاجم انجاز التعبير. انت شايف ايه في النقطه دي؟ انا معاك، قائم باعمال المهاجم زي كهربا عنده ما يكفي من المهاجم. بالظبط كده. يعني كهربا قائم باعمال، ينطبق عليه نفس الكلام. قائم باعمال المهاجم، لان كهربا عنده من الخبرات وعنده من الثقه وعنده من المهاره انه يقدر يلعب في المكان ده، بس مش باستمراريه يعني. يعني يروح يأدي فيه وبعدين يرجع لمكانه اذا كان بيجي من تحت او اذا كان ناحيه الجناحين. لكن كراس حربه كهربا بيحاول على قد ما بيقدر، خبرته
في المكان ده من ناحيه التسليم والتسلم، من ناحيه المساعده المسانده، من ناحيه المهاره، من ناحيه الاسيست، من ناحيه انه بيقف في المكان اللي المفروض يقف فيه، اللي بيقف فيه طب. اللي هو بيتوقع ان الكره تيجي فيه، رد الفعل من المدافعين لما بيخطئوا، رد الفعل من المدافع لما بيخطا، دي مميزات كهربا، لان كهربا من اللعيبه اللي عندها خبرات ما شاء الله.